قولي لنا حال المهرجان، يعني المهرجان السنة دي حالته عاملة ازاي؟ هل هي بصحة جيدة؟ هل هي بصحة معتلة؟ الإمكانيات المهرجان ده يعني بيقاوم بيقاوم. بيقاوم حاجات كتيرة. يعني أولا احنا بنشتغل بإمكانيات ضئيلة جدا بالنسبة للمهرجانات اللي في نفس مستوى المهرجان القاهرة، بفرق فريق صغير جدا، بنشتغل في ظروف الدولار اللي عذبنا في تذاكر الطيران، في كل التكاليف المهرجان تضاعفت والإمكانيات يعني قلت النص، فطبعا ده عملية يعني صعبة جدا. في نفس الوقت في فريق متحمس وبيحب شغله وبيحافظ على المهرجان رغم كل شيء، فإحنا وفي نفس الوقت السنة دي كمان رغم كل المشاكل دهيت بنعمل تحديث للمهرجان، لأن المهرجان بيشتغل بإمكانيات بسيطة. بنروح البلاد العربية حوالينا فبنقول يعني ليه هم نظموا بشكل أفضل الفعاليات إمكانيات، في الثقافية، إمكانيات هي طبعا. إمكانيات وإرادة سياسية. يعني لما إحنا السنة دي عندنا الإرادة دي مش سياسية، يعني إرادة، إن إرادة. إرادة نغير، إرادة إنه ننظم. يعني السنة اللي فاتت يعني في ناس بتحب السينما في مصر، فالإقبال شديد جدا على الافلام المصريه، وصل لدرجه ان الناس تزاحمها كسر الاوبرا، زعلوا مننا بس في نفس الوقت فقلنا السنه دي ما حدش هيدخل الا لما يكون له كرسي. ازاي؟ جبنا شركه من الشباب بيشتغلوا على اسمها سينما دوت كوم. سينما دوت كوم بتشتغل على بيع السينما، اماكن السينما عن طريق الانترنت، من تليفون عملنا ابلكيشن موبايل، كل حاجه على المهرجان موجوده في ايد كل واحد، يقدر يحجز مكان ويقدر يعني حتى اللي بياخد تذكره مجانيه مكانه يسحب بيها مكان، محدش هيدخل الا اذا كان مكانه محدد، وده طفره كبيره قوي بالنسبه للمهرجان. يعني لانه البادجيت كل الحاجات التنظيميه بنلاقيها في كل حته في الدنيا اللي عندنا، بالظبط. فاحنا لكن بنعملها احنا بقى. بنعرف ننظم، يعني امبارح ايوه شفنا ماتش الكوره مثلا طبعا كان متنظم، بتصور هايل، كان كل حاجه فيه عظيمه، لان احنا قررنا ان احنا ننظمه، والا مش هنقدر، اي ممكن يعمل لنا مشاكل طبعا ما نروحش كاس العالم، فاحنا نقدر ننظم، بس محتاجه امكانيات ومحتاجه اراده. محتاجة إرادة من ناحيتين، يعني نفهم بعض. سنة فاتت قلنا من فضلكم سجلوا على الموقع، سجلوا بياناتكم، نعمل قاعدة بيانات، من سنة للتانية هتزيد نقدر نتواصل مع الناس. السنة دي حدثوا البيانات فالناس فهمت، يعني السنة دهيت هتبقى في مقاومة للتذكرة لكن بعد كده وقت هيتعودوا. ولما كل المصريين اللي بيروحوا المهرجانات في العالم بيقفوا في الطابور وياخدوا وعادي تذاكرهم وعادي. ميزانية المهرجان قد ايه يا دكتورة؟ ميزانية المهرجان مكونة من 6 مليون جنيه من وزارة يا 6 الثقافة، مليون دول بقى ولا حاجة دلوقتي بعد طبعا 6 الديفالويشن. مليون جنيه وزارة الثقافة، و2 مليون من وزارة السياحة، ومليون من وزارة الشباب. ومفيش قطاع خاص القطاع بيساهم؟ الخاص بقى بيمر بأزمة، هو كمان السنة دي خذلنا شوية. يعني احنا عندنا بقى شوية مثلا سفارات، حاجات صغيرة مش كتير، لكن مش مش زي كفاية.